اهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا ضيفنا لليوم عنده قصص، لكن هذه القصص واقعيه اختبرها شخصيا في المستشفى. هو طبيب يتكلم من خلال هذا الكتاب عن مرضى نفسيين او مرضى امراض جسديه، وعن الطبيب كيف يواجه هذه الحالات وكيف يتعامل معها، وكيف ان فعلا بعض الحاجات اللي نشوفها بالافلام تكون واقعيه جدا. ضيفنا مشاهدينا في الاستوديو هو الكاتب والطبيب دكتور احمد شويخ. مساء الخير دكتور، وحياك في سيدتي. يا اهلا وسهلا. بداية دكتور، خلنا نعرف إيش سبب تأليف الكتاب ومتى جاتك هذه الفكرة؟ أثناء الزيارات في المستشفى كأي إنسان طبيعي تأثرت بالقصص اللي شفتها بالمقابلات مع المرضى، ناخذ هيستوري منهم فتأثرت خصوصا بالبداية الأمراض النفسية، مرضى النفسيين. فما التأثر هذا، أنا قلت القصص هذه للسوشيال ميديا عن طريق تويتر، لقيت قبول كبير في السوشيال ميديا بتويتر وإنستغرام، كان قبول جدا جدا كبير. فحبيت انه اجمع، جتني اقتراحات وكذا، كان عندي طموح من الطفوله اني اكتب كتاب لكن ما في فكره بكتب كتاب عن ايش. لكن يوم صار موجود الايديا، الفكره موجوده والطموح موجود للكتاب، جمعتهم وطلع معي الاستمرار. طب كنت كل كم تكتب قصه او موضوع مثلا عن واحد من المرضى الى ان جمعتهم كلهم؟ بتويتر بالبدايه كنت اكتب كل اسبوعين الى 3 اسابيع، احاول اخلي فاصل شوي، بعدين وقفت الكتابة عشان أخلي بعض أغلب القصص إنه ما قرأت من قبل، ما قرأت، أخليها جديدة الناس يعني اللي يتابعونا بتويتر، ما تصير كل القصص عارفينها، لا يصير في شيء جديد. لكن واضح ان الناس عندهم نهم فعلا يعرفوا ايش اللي يصير في التفاصيل او داخل المستشفى تحديدا. ما شاء الله الكتاب، اعتقد في خلال معرض الكتاب النسخه الاولى خلصت 6 ايام الحمد لله، انتهت الطبعه الاولى كامله. الناس جدا محتاجه تعرف الاشياء هذه، في جهل عام خصوصا حتى احنا كطلاب طب، قبل لا ندرس مثلا الامراض النفسيه، قبل لا ندرس بعض الامراض الباطنيه وكذا، في جهل عام بالشيء هذا، ايش يعني المريض منه، وش يصير عند الأسرة المرضى. تمام، طب خلينا من خلالك نتعرف شو اللي يصير في الأسرة، يعني شو اللي يصير ما بين المرضى أو كيف العلاقة اللي تكون ما بين الطبيب والمريض. بالنسبة أنا كطالب طب، تمام، احنا نعاني. حبيت أنقل يعني من أول أهدافي بالكتاب أنقل معاناتنا كطلاب طب. في جزء أوكي يعني يسيئون للباقيين كسمعة، تمام، إنهم زي ما ينقال لعابين وكذا في المستشفيات، لكن الباقيين جايين يتعلمون عشان يصيرون اطباء بالمستقبل باذن الله. وخصوصا رفض المرضى لنا، هذه اشرت لها بالكتاب. في مرضى يرفضون، يقول انت طالب طب انت ما تفيدنا، احنا نبيك دكتور يجي يعطينا الدواء، يعطينا المدري ايش وخلاص وانتهى. حتى لو باقي لك شهر على التخرج يقول انت ما تفيدني. بالضبط، يقول انت ما تفيدني، انت طالب طب، بتجي بس تسالني كم سؤال، تاخذ معلومات مني وتطلع، ما راح استفيد منك. ما يدري انه يعني سنه سنتين بالكثير ان شاء الله واصير دكتور وانا بعالجك يعني ان شاء الله بعدين. هي هذه النقطة وأشرت لها وبشكل مبسط إن شاء الله لعل الناس تعرف معاناتنا، هذه من أحد أهداف الكتاب. المشكلة إن مثلا المسلسلات تحديدا الأجنبية تعطي انطباع عن اللي يصير في المستشفيات غير الموجود هنا، يعني بصراحة أي أحد يدخل مستشفى يتخيل بيكون نفس الوضعية في ER أو غيره. لكن النقطة الأهم بالنسبة لنا احنا يعني اللي ما نروح المستشفيات غير الحمد لله لو احنا يعني مريضين، إن شو العلاقة اللي تكون ما بين الطبيب والمريض؟ علاقة صداقة، علاقة رفض مثلا مثل ما ذكرت، كيف تكون بالضبط؟ هي تختلف حسب ثقافة المريض بالبداية، تمام، واسلوب الطبيب. اسلوب الطبيب، طبعا الطبيب يقدر يكسب المريض بشتى الطرق. احنا بدراستنا كطلاب الدكتور يقول انت قدام المريض كطالب طب يعني تطلب منه المعلومة باسلوب، تطلب تطلب تطلب، في حال الرفض يعني توصل لدرجة يعني قال كذا بحرفيا تشحذ المعلومة. انت اي تشحذ المعلومه، انت تقول انت مصلحتك كطالب طب تاخذ المعلومات هذه عشان تشخص الحاله، عشان تاخذ الدرجه بعدين، عشان تتدرب براكتس. تمام، المريض هو اللي يتمنى عليك بهالشيء. تمام، فهذه كطالب طب هذه. لكن كطبيب زي ما قلت لك الاسلوب، اسلوب اللطيف، طبعا في اطباء يختلفون بالنحكي. خلينا نتكلم، سيب موضوع الطلاب، خلينا نتكلم عن يعني كطبيب بشكل عام. يعني بعض الاطباء مثلا او مثل ما ذكرت انت في يعني في احدى اللقاءات ان اكثر شيء كان يتعب هو اللقاءات مع المرضى النفسيين، هي مضحكه ومبكيه في نفس الوقت. ليه؟ عندك انواع كثير من مرض من الامراض النفسيه. تمام، كل مرض له يعني، وكل مرض له زي ما اقدر اقول لك نمط مختلف. تمام، طريقة التعامل مختلفة، يعني مريض الاكتئاب غير يعني غير مريض مثلا الوهم.
المريض في مرض نفسي الوهم، اوكي، بيكون مختلف تماما عن الاكتئاب بالتعامل. في طبيب يجيك زي ما يقولون صبره طويل، روح طويله، تمام، يعرف طبيب مريض الاكتئاب التعامل معه صعب، ما يبي يتكلم، ما يبي يتجاوب، تمام. في مرضى موجوده احد القصص، الاجابات تقعدين ساعه كامله معه تسالينه يجاوب معك ويبتسم ويضحك، يبتسم ويضحك، تحسين انه خلاص قاعد يعطيك يعني بتصلين للهدف حقك بسهوله. لكن تطلعين من تشوفين الملف حقه ولا اجابه من الاجابات اللي اخذتيها صح لهالدرجه، فتختلف بخصوص المرض النفسي، بخصوص نوع المرض حقه. ويكون فعلا هذا المريض، كنا نتكلم من شوي مشاهدينا قبل الهوى عن حالة كان عنده هلوسة يعتقد أن الشخص مراقب، يعني قصة شبيهة الفيلم ممكن Beautiful Mind، وذكرت لي فعلا أن مواصفات المريض تنطبق فعلا على الشخصية بالفيلم لهالدرجة. موجودة بالكتاب القصة مشابهة، تمام، مو مشابهة مرة عشان اللي يقولون ماخذة من الفيلم، لكن يوم شفنا الفيلم فعلا تذكرنا القصة هذه. يقول أنا في الأجهزة الحكومة أنه تراقبني عن طريق المكيف، في جهاز بالمكيف موجود. يقول انتم جايين عملاء تاخذون مني معلومات، ونقنع احنا طلاب طب، يقول لا انتم عملاء ناويين تاخذون مني معلومات مهمه. طب وش المعلومات المهمه اللي عندك؟ يقولها. يعني هو خايف لكن ما يقدر يسوي كنترول على نفسه. حلو. طب في الكتاب في جزئيه في الاخير تتكلموا فيها عن ربي يحفظ الجميع اعطاء خبر الوفاه، اوكي؟ انت قلت لي انك تخيلت ان الدور بيكون سهل، يعني بسم الله عليك انت اللي بتسوي دور المتوفي كمشهد تمثيلي، وتخيلنا طبعا انه بيكون شخص ربي يحفظنا والجميع انه متمدد ومغمض عينه، لكن قلت لي ان هذا الموقف كان صعب جدا جدا جدا. ليه؟ جداً. وهل مثلا كان في شخصيه معينه او مريض مثلا فقدته كطبيب تذكرته في هذيك اللحظه مثلا عشان تكون اكثر تاثرا، او شخصيه قريبه مثلا؟ في البدايه اللي ذكرتهم جدادي الله يرحمهم، جدين اثنين توفى الله يرحمهم في السنوات الأخيرة، الله يرحمهم ويغفر لهم. آمين يا رب. البداية كان هو مجرد مشهد مطلوب منه بالجامعة كطريقة من نوعية الدراسة، كيفية نمثل ونصور فيديو، تمام، كيفية إيصال خبر الوفاة إلى أهل الميت. الناس تحس بالشيء هذا بسيط عن الدكتور، تحس منه يجي مجرد أن يقول يلا ترى مات قريبكم الله يرحمه ويمشي، تمام. لا أنا نقلته، كنا مجتمعين نوزع الادوار، فاعطوني دور، كنت انا منتي من تصوير مشاهدي، فمجرد مساعد لهم وقتها، اعطوني دور الميت، فكان باعتبار يعني بين الشباب انه اسهل دور، انه دور سهل يعني منسلح بس متمدد. فنقلت المعاناه، انا تمددت فعلا يوم حطوا الغطاء الابيض على وجهي، فعلا عشت جو الميت، انه ما اقدر اتحرك ولا اتنفس ولا شيء عشان حركه تصوير فيديو. فبديت انقل المعاناة، المشاهد في 4 مشاهد تقريبا بالكتاب بالتفصيل الممل الغير ممل ان شاء الله. اللي نقلته كيف الطبيب يزعل، زي ما قلت لك الطبيب اذا جاء وشاف المريض، الطبيب ينتظر شفاء المريض بالعاده وعشان يوقع له اذن الخروج، اذن يودعه، تمام، لكن هو اذا مات هو يودعه بدون حتى اذن، اذن رب العالمين ونعم، تمام. فبعدها كيف ينقل الخبر لأخ المتوفى، وكيف أخ المتوفى بعد طبعا يتلقى الخبر ويهديه، نوري الناس كيف الطريقة بروفيشنال، يعني كيف نوصل الخبر، وكيف ندخل أخ المريض على الميت على أخوه. طبعا هذا نقلته بصيغة، يعني هي كانت أول قصة كتبتها، تمام. بادي ليه؟ يعني حبيت موت ليه؟ بس حبيت القصة هذه كثير، حبيتها وتأثرت، لأني جدا تأثرت فيها أكثر من أي قصة، وكنت أراهن عليها أنه من بين كل 10 بيقرون الكتاب بيقرون القصة هذه بالتحديد، 8 بتأثرون جدا إلى حد البكاء يعني. وفعلا هذا اللي صار، الآراء الفيدباك اللي جتني توضحت الشيء هذا، أنه فعلا نظرتي صح، لأني حطيت به زي ما تقولين الإحساس اللي حسيته نقلته تماما زي ما هو. ووقتها دخول أخ الميت هو يصحي، يحاول يصحي، بلاش تفاصيل ربي يحفظنا جميعا، لكن هو فعلا يعني من القصص اللي أثرت جدا هذه القصة، الميت كيف تبليغ الخبر وكذا، إضافة إلى جزئية دار المسنين هذه كانت فعلا أيضا مؤثرة. دار المسنين طبعا الجميع كبشر طبيعيين تعاطف جدا مع المسنين، أعمار أجدادنا، تمام، اللي قابلناهم هناك. طبعا احنا كطلاب
كان عندنا الامراض العصبيه وامراض المسنين، ندرس امراض المسنين الزهايمر الاشياء هذه، طبعا صعبه جدا، وكان الدكتور يعني معطينا موضح لنا باختصار انه ما راح تلقون تجاوب كبير لانه اغلبهم زهايمر، ما راح الزهايمر ما يتذكر تمام او ديمنشيا، يعني امراض الخرف ما راح نقدر نتواصل معهم. لكن فوجئنا انه في رجال مسن، وذكرت القصه كامله، اتضحت على الاعراض، زعل كبير ودموع قدامنا كطلاب، كنا متجمعين كطلاب عنده مع الدكتور، دكتور المركز، بكاءه ونزول وزنه، عنده اكثر من 15 ولد وبنت، بنته كانت بالعاده هي اللي تاكله، ما ياكل الا منها تحبه، لكن اخوانه اصروا انهم يحطوه بالدار، فعده اشهر صار بالدار ونزل وزنه، ما صار ياكل، صار يعتمد على المغذيات والاشياء هذه، ما صار ياكل وصار يبكي. وفي نهاية القصة انه في مسن ثاني، هذا المسن الثاني جاي يسألنا عن ابنائه، واحنا ما نعرفه، ما نعرف الرجال نفسه، فيقول اذا شفتوهم قولوا لهم ان ابوكم بكل صلاة يصلي ويدعي عليكم مثل ما اجتمعتوا على وضعه بدار المسنين، ان الله يجمعكم في النار. هذا اب يدعي على ابنائه. اسمع، انا مقرر اليوم اني اكون انسانة سعيدة واني اكون مبتسمة ان شاء الله طول اليوم، ما بختمها نكد، بنختمها بشكل ايجابي. يعني ابغى الشخص اللي يشتري الكتاب او يقرا يحس بسعادة، خلينا نختمها بشكل متفائل. تمام. تفضل. اختمها بشكل سعيد. ابدا بشكل سعيد من ناحية القصص، يعني خلينا نتكلم كلمتين مثلا لكن ايجابيين نوعا ما. في بعض القصص مع المرضى النفسيين كانت شبه مضحكة، تمام، زي انه يقول لك انه انا وانا جالس جنبه يقول انا اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد جنبك عليه الصلاه والسلام. طبعا هذا الشيء اي احد يتمناه الله يجمعنا فيه بالجنه يا رب. امين يا رب. ويقعد المريض يقول لك انا اقدر اطير، تمام. هي كانت طبعا احنا نقدر نحاول نمسك انفسنا من الضحك، تعرفين لازم كاطباء احترام المريض قبل اي شيء، لكن كانت هي مضحك، كان يعني الناس يوم قروا عجبتهم. اللي يسال اسئله غريبه، وإذا شفنا ملفه يطلع هو فعلا يسويها، لكن يسألنا يقول أنا ما أسويها، زي التدخين والأشياء هذه يقول أنا ما أسويها، لكن يوم شفنا ملف يطلع مدمن تدخين، مدمن أشياء ثانية مذكورة في القصص. فكان في جانب الكتاب، في جانب توعوي. طبعا ما حبيت أن أختم القصص، ختام الخاتمة ما كانت، لو تلاحظين أو القارئ اللي قرأ القصص ما كانت الخاتمة طويلة في كل قصة، ليش؟ لأن حبيت القارئ فطين افضل مني ممكن، تمام. فلو الختام، لو هو بالضبط هو يحدد وش استفاد من القصه. شوف احنا قررنا نختمها لكن بشكل سعيد دكتور احمد، تمام. فمثلا مريض عن نفسي، المريض اللي يعتقد انه مثلا ممكن يطير او انه ملياردير، انا مع هالاشخاص لان ممكن الحلم يصير يعني واقع، تمام. ما ندري صح بالضبط. دكتور احمد شويخ الطبيب والكاتب، شكرا جزيلا لك. شكرا. ومشاهدينا طبعا حلو نعرف كيف يفكر الطرف الآخر، والحلو أكثر دائما نكون سعيدين، وأكيد فقراتنا في سيدتي مستمرة وسعيدة وجميلة مشاهدينا، لكن بعد الفاصل. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، ملتقى الطب النفسي ينطلق في جدة، و60% من المرضى من النساء.